قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكيف؟ قال أبو هريرة وكان نحو أنا أضمن الرجل. عاد الرجل بغى ابو هريره خرج فالتزم القوم الصمت. غاب الرجل مده طويله سربوا على الشعر. جاء الناس لابي هريره لما الضامن غارم يا ابا هريره طمن من لا تعرف. قال كي لا يقال ان اصحاب المروءه قد ولوا. فاذا بالرجل يظهر على الافق. سبحان الله. ما الذي جاء به؟ قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا. فقال اصحاب القتيل اهل القتيل ونحن قد عفونا كي يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. اذا هذا هو مجتمع المطلق. هذا هو مجتمع السلف الذي تلقى رمضان وغير رمضان تلقى النفحات الإيمانية تلك بهذه القلوب. هذا القلب الذي وصل بالصحابي ان يضع التمرة في فم اخيه ليجد حلاوتها في فمه. حصل الامر ان عمر يجد ابا بكر في صلاة الصبح وكان معه في العشاء يلتزمه يعني يحتضنه ويقول يا طولها من ليلة يا أبا بكر. هذه المحبة الموجودة التي جعلت القلوب تستقبل رمضان وغير رمضان. إذا رمضان لم يكن زائرا جديدا على المسلمين. وإنما الأحد عشر الشهر السابق من شوال إلى شعبان كان بالنسبة للصحابة والتابعين وتابعي التابعين وسلفنا الصالح عبارة عن نفحات مستمرة أنهم أناس ليلهم فيه القيام يومهم نهار فيه الصيام حياتهم ليست مقصورة على بضع ركعات في مسجد وكأن المساجد تحولت والعياذ بالله في حضر المسلمين مثل الكنائس التي تعبد او يعني تفتح في وقت وتغلق في وقت. كان المسجد عبارة عن نوع المسلم نعم ولكن حياته كلها عبارة عن يعني كما اقول دائما الصحابة كان كل صحابي نسخة مصحفية تسير على قدميه. هذه النسخة المصحفية التي صارها خير الهداة محمد صلى الله عليه وسلم لان محمد صار هذه القيم الكبيرة. فصار الصحابة يتحركون بدين الله تكون فكرة الاسلام متمثلا في كل انسان. ابو حنيفة رضي الله عنه يأتي رجل يسأله في الطريق العام فيقيم في ظل جدار بعيد عن حرارة الشمس. يقول ابو حنيفة تعالى لنقف في الجانب الاخر. يتعجب الرجل وما فهم هذا هل هنا لا تصح الفتية وتصح في قال هذا جدار الرجل قد اقترب مني مالا واخشى ان وقفت في ظل داره اكون قد استفدت من خلف او من وراء القرب وكل قرب جر نفعا فهو ربا. فابو حنيفة لهذه الحساسية المفرطة يرفض ان يقف في ظل جوار الرجل الذي اقربه. بهذا المنطق عندما ياتي رمضان لا يجد انسانا كسلانا او ترك المصحف من احد عشر شهرا. يعني بعض من الناس المسلمين الان من الخلف الذي نتكلم عنه ربما يبدا في نفض التراب عن دفة المصحف حتى يعني الزيارة الموسمية او السنوية لرمضان. الا ترى في المساجد ان هناك زوار موسميين يأتوا لنا في رمضان. لكن ليس ذلك دلالة على أن رمضان أثر في جلدهم يعني لو كانوا بدون إحساس ما كان زي حتى رمضان. نحن لا نفقد الأمل نهائيا في هؤلاء لكن نحن نقارن أنت تسأل يعني رمضان بين السلف والخلف. فنقول لماذا استشعر السلف رمضان ولذلك يأتي رمضان علينا ليفيق الناس. الصحابة والصالحون كانوا في حالة استفاقة إيمانية وفي حالة يقظة إيمانية مستمرة نتيجة أنهم فهموا الإسلام فهما صحيحا. رمضان هو يخص فريضة الصوم. فريضة الصوم أحد الأركان التي يعرفها الناس ويظن أن يعني أحد العبادات التي نتعبد رب نعبد رب العباد بها. إذا هذه الآيات آيات العبادات في القرآن هي 110 آية. والقرآن 6236 آية تمام. إذا هناك 6116 آية أين هي في حياة المسلمين؟ الصحابة كانوا عبارة عن تطبيق للقرآن من ألفه إلى من أول رمضان وغير رمضان وغير رمضان في حياته. يعني القرآن أو الإسلام لم يكن موجودا في المسجد فحسب.
تعال انت لتأخذ بيدي مسلما في الصف ليستوي. وانظر الى الصراع الذي يحصل. انظر الى الصراع الموجود والناس في حال الخروج للمسجد كأن كل واحد يهلول سريعا، مع ان المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء ان خرج منه ماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص يريد ان يهرب فورا نفتح له. اذا المسألة ان رمضان بالنسبة للصحابة هي استمرار او زيادة جرعة العبادة مع الله سبحانه وتعالى، للنفحات رمضان الخاصة كما تقول انت هذا ولد حصل على 90%، ثم يأتي في الشهر الذي يليه يحصل على 98%. لديهم رمضان كان بناء على بناء على بناء 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 على بناء حسن. اما نحن يجب علينا في رمضان ان نبدأ نقول للناس نبدأ بالتوبة مثلا. الناس تظن ان التوبة عبارة عن طبعا بلا شك في اركانها، ان نقلع عن الذنب، ان نندم على ما كان، ان نعزم على عدم العودة، ان نعيد التوبة لاصحابه، هي قواعد التوبة. كده يعني التوبة التي نراها من منظور اخر اضافة الى هذا، المدرس مثلا الذي يلجئ الاب والام الى الدروس الخصوصية بالنسبة للاولاد، هل يحتاج هذا المدرس الى التوبة؟ يتعمد هذا يعني اذا هذا محتاج الى توبة. اما الكسلان الذي لا يقضي حقوق الجماهير ومصالح الجماهير تحت اي عنوان، أليس هذا محتاجا لتوبة؟ الإنسان الذي يستطيع أن يخطط للأمة وينظم لها ولكنه يتكاسل ويقول أنا مالي، أنا لو أصلح الكون، هل يحتاج هذا إلى توبة؟ كلنا نحتاج إلى توبة. هذه التوبة هي التوبة العملية. حتى فقه ابن القيم، رفض ابن القيم أن يقبل من الغني أن يصوم النهار ويقوم الليل في غير رمضان. قال عبادتك ان تخرج المال ابتغاء مرضات الله، هذه نوع العباد. يعني اذا الانسان صاحب المسؤوليه لا قد لا تقبل منه نوافل ان يصوم ويصلي في امور خاصه بالنسبه له، ولكن يفيد من كرسيه ومن جاهه ومن مكانته الاجتماعيه عالم الاسلام. طيب هنا سؤال سياده الشيخ، في رمضان تاتي الدعوه الى الاكثار من الطاعات والعبادات، فما ذلك إكثار من قراءة القرآن والركعات لأن نسمع أخبار السلف كانت في هذه. أنت لا تذكر أمثلة في عبادات أخرى أيضا نحن نقصون فيها تقصيرا كبيرا. هل يعني العبادات كلها عبادات أم أنها يعني تكون مسؤولية لشخص دون شخص، أنها مسؤوليته أكبر من أن يعني يزيد في الطاعات على حساب مصالح أو مسؤوليات؟ كل إنسان سامع ابني، كل إنسان له باب من أبواب الطاعة يدخل فيها على الله عز وجل. يعني هل العالم الذي أتاه الله علما يتقوقع في صومعة أو في برج عجيب ليعكف على كتبه ومكتبته أو معمله وينفصل عن مجتمع الإسلام ولا يفيد ويقول أنا أقرأ لأنني أستمتع بالقراءة، انا اكتب لاني استمتع بالكتابه، ويحدث هذا العلم يحدث هذا العلم عن ان يعلمه الناس، هذا انسان مقصر يا اخي. الموظف مثلا يريد مثلا في رمضان يكون متعب مجهد صائم يطلب عنده الجهد، لكنه يقوم بذلك بالقيام وكتابه القران وغيره عظيم، فهل هذا يقبل منها اذا كان يعني يقصر في جانب الوظيفي؟ والله اولا رمضان نحن في 11 شهرا تعودنا الا ناكل 3 وجبات في اليوم، تعودنا تقريبا ان ما بين كل وجبه وجبه وجبات. فاذا جاء رمضان شعر الاكل انه ان رمضان هذا يحرمه من الطعام. يعني الحسن البصري احد كبار التابعين لما قيل له ان رجلا عندنا ياكل في اليوم وجبه واحده، قال هذا طعام الصديقين، فقال اخر وعندنا من ياكل وجبتين، قال هذا طعام المؤمنين، قال اخر وعندنا من ياكل 3 وجبات، قال مر اهله ليبنوا له معلفا يعرفوه فيه. اذا منظور الحسن البصري ان اقل من الطعام تقل من النوم تقوى الذاكره تصفو القريحه يصفو القلب ينشرح الصدر يكثر الذكر يفرح طويلا، لكن يكثر من الطعام سوف يكثر من النوم يكثر من التخمه. يا اخي الاسلام انت العجيب ان ترى بعض الناس في صلاة التراويح يقول لقد اطال الشيخ اليوم، يبدو انه قرأ 3 اجزاء او 4، رجل ما قرأ الا يمكن نصف جزء، لماذا؟ لانه اثقل في الطعام
في المغرب فجاء الى المسجد سبحان الله متهالكا مليان. ولذلك يعني في رمضان نقول في غير رمضان ما معنى ثلث الاطعام؟ يعني ارفع يدي عن الطعام وما زال لي يا رب الطعام لكن انتظر حتى يقيموني من فوق الاطباق ولا لا؟ هذه سنه تكون المغريات كثيره.